سيداتي أنساتي سادتي أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه أجواء كرة قدم حقيقية، هنا أجواء نعشقها في ملاعب كرة القدم. تحياتي، محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق للتواصل معكم عبر هذا اللقاء. واليوم لدينا مباراة في دور المجموعات لهذه البطولة، مباراة نتمنى بأن تكون مثيرة وعلى قدر الأمال والتوقعات. مباراة قوية جدا هنا اليوم، فريقان قادما من انتصار في الجولة الأولى، اليوم وجه لوجه في مباراة تحد بالكثير من الإثارة والتحدي، وكل فريق سيحاول. عنده فرصة للتسجيل، تقدم سليم من حارس المرمى للإمساك بالكرة على الرغم من الضغوطات. تمريرة تمر قريبة وتخرج من الملعب إلى رمية التماس. أوتافيو، بالينيا، برناردو سيلفا، ممتاز في التقاط الكرة، منع الخطورة هنا، هكذا تكون حراسة المرمى. برونو فرنانديز، رونالدو، فرصة هدف. كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. صافرة وخطأ، هل تكون هناك بطاقة؟ الحكم ما تردد في شان البطاقة الصفراء في وجه لاعب المنتخب البرتغالي بعد التدخل الخاطئ اللي كان في اللقطة الماضية. كريستيانو رونالدو، هل يسجلها الآن؟ والهدف الأول يأتي، كريستيانو رونالدو يتقدم لفريقه ويشعل الأجواء. الله على الإعادة، على المرور، على الانطلاقة، على المهارة، على النهاية لهذه الكرة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. أوتافيو، برونو فرنانديز، ديوغو دالوت، كريستيانو رونالدو، تصويب افتقدت إلى الدقة ومرت بسلام على المرمى. كوكوتشو، تخرج الكرة إلى رمية التماس بعد تمريرة تفتقد قليلا للدقة. أوتافيو، كريستيانو رونالدو، حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. الحارس تمكن من إبعاد هذه الكرة بسهولة. أمامنا الآن 5 دقائق كوقت بديل. التمريرة كانت قريبة لكن في الأخير تكمل طريقها إلى خارج الملعب. إذن أعزائي المشاهدين، تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول. الحكم يطلق صافرته معلنا بداية شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. وهنا الهجوم المنظم يعطي حلول مختلفة، ينطلق بالكرة الخطيرة، ذكاء كبير في التعامل مع الكرة، لم يكن الحارس متواجدا، كرة كانت سهلة استقرت في الشباك. سوء تمركز من الحارس، ترك الزاوية مفتوحة وبالتالي التصويبة في النهاية سهلة جدا في الشباك. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن 2-2. برونو فرنانديز، شالهان أوغلو، اعتراض ناجح لهذه اللقطة. مرت ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف الساعة الأخيرة. تصويبة غير دقيقة، الكرة تخطئ الشباك. كوكوتشو، شالهان أوغلو، إنيس أونال، برونو فرنانديز إلى رافائيل لياو،
رافائيل لياو. الحارس ينجح في الإمساك بالكرة وينهي المسألة التي كانت أمام المرمى. برونو فرنانديز، بداية محاولة مع رونالدو. رمي التماس بعد تدخل ممتاز واعتراض للكرة. حان وقت الذهاب إلى كرسي الاحتياط بعد قرار التغيير. جواو كاسيلو، الآن تصل المساندة بالنسبة له. كرة بتعدي، مرت بجوار القائم، خطيرة كانت في اللقطة الماضية. شوف التسديدة، شوف الأسلوب، أي مهارة من هذه المسافة. الله على كرة كان يستحق من خلالها ما هو أكثر حقيقة. دقيقتين فقط ويعلن الحكم المباراة نهاية اللقاء. والتدخل بقوة هنا، وهذه هي الصافرة تعلن في نهاية المباراة عن فوز الفريق الضيف في هذا اللقاء. الآن أصبح لدى الفريق 6 نقاط من مباراتين، بداية ولا أجمل بكل تأكيد. الآن التأهل أصبح قريبا إذا تمكن الفريق من تكرار تألقه في قادم المواجهات واللي ممكن تجعله